أعلن سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة بدأت باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المنعقد في جلسته أمس الأول والمتعلق بتوحيد موعد صرف 5 برامج دعم للمواطنين. ستتكفل كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان بتقديمها ضمن آلية عمل محددة لتسهيل إجراءات صرف الدعم الحكومي المباشر. جاء ذلك خلال لقاء صحفي جمع وزير العمل والتنمية الاجتماعية بعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية. أفصح خلاله الوزير الحميدان عن كل جزئية تختص بإجراءات صرف الدعم الحكومي المباشر للمستفيدين منه، منوها في الوقت ذاته إلى أن هذا القرار سيسهم في تعزيز كفاءة وعدالة برامج الدعم دونما أي تأخير يذكر في صرفها لمستحقيها، والتي تتمثل في مخصص الضمان الاجتماعي وبرنامج دعم ذوي الإعاقة وعلاوة الغلاء للأسر محدودة الدخل والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، إلى جانب علاوة بدل السكن لكل مواطن مر على طلبه الإسكاني مدة تزيد على 5 سنوات على قوائم الانتظار. القصد هو الوصول للمواطنين وتعريف كافة المواطنين بسبب اللي تم من أجله توحيد تاريخ صرف العلاوات بتاريخ 15 من كل شهر ابتداء من 15 فبراير القادم. مزايا شرحناها وإن شاء الله تكون واضحة، ليس فيها أي تأثير على توجيهات القيادة والحكومة الرشيدة باستمرار دفع هذه العلاوات في مواعيدها وفي وفقا للمعايير والأسس والشروط. ليس هناك مساس أبدا بأي نوع من هذه العلاوات. توحيدها بتاريخ توحيد 5 منها بتاريخ 15 من كل شهر باستثناء علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين سوف يوفر إمكانية أكبر للمواطن المستفيد بحيث أنه يحصل عليها في وقت واحد وينظم حياته يعني ويستفيد من تعظيم الاستفادة منها بصورة أفضل. كذلك يتيح للدخول على النظام بإدخال رقم بطاقة السكانية ومعرفة كافة العلاوات اللي يحصل عليها في وقت واحد، بحيث لو أنه هو يحتاج بكل شفافية لو إنه يحتاج حق أي تعديل أو أي مطالبة هناك جهاز متخصص ومتفرغ للإجابة على الاستفسارات والإرشادات اللي تمكن المواطن من الحصول على الخدمة بصورة ميسرة وسهلة.